موز الرشيد، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بموز الرشيد والأخوات جميعا والإخوة جميعا. يا سلام، راح أذكر لكم قصة إحدى المتابعات بكرة إن شاء الله في ساعة الجمعة. ما شاء الله، قصة مرة جميلة. السلام عليكم يا والدي، فسر لي شعور الطمأنينة والانشراح والسعادة ودموعي تنزل رغم ما في شيء جديد أمامي. لا، موجود أمامك درب اليقين، مواعيد الله اللي هي أصدق من الشيء اللي تشوفيه بعينك. بس شعور غريب كأنه أمامي، مش كأنه أمامك، حقيقة هو قدامك. الشيء سوف يحدث، أحلامي مبشرة. إيه والله، هذا شوفي يا موز الرشيد، عرفتي فلزمي، عرفتي فلزمي، هذا هو اليقين. احنا يا اصلا يا موزة، احنا بدنا نصل لهذه الحالة، بس انا بدي اصل الها بصدق لحالها، مش انه انا بعتصرها، لا، بدي اياها لحالها، لحالها تصل. اوه، تطلع من القلب، قال يا اخي انا والله سعيد، والله مرتاح، والله مبسوط، والله اني بخير. عم نصل هاي الحالة. فان كان يا موزة هذا الشعور طلع منك لا ارادة بطريقة هيك، أبشري، يحبك الله ويريد أن يبشرك، والحمد لله يا رب. ما شاء الله،